نعود إلى ما كنا فيه من منهج تدبر القرآن الكريم وتلاوته وتلقيه والتذكر به وفيه مما سبق بيانه، نستأنف ما يسر الله جل وعلا منه. ودائما مع هذه الآية العظيمة من سورة الرحمن علم القرآن، علم القرآن، وما زلنا في شهر القرآن. وسبق البيان المتعلق بفرق ما بين تلاوة القرآن للتذكر والتدبر وتلاوة القرآن للتفقه والتعلم، فرق ما بين قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وبين قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ها هنا كان كلامنا. قبل أن نفصل في منهج أو المنهج العملي للاستفادة من القرآن ذكرا لله جل وعلا، وقد كان في ذلك كلام سابق في المجلس السابق، أعيد الإشارة فيما يتعلق بهذه العظمة وهذا السر العظيم في هذه الآية العظيمة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بينا أن الله جل وعلا جعل القرآن ميسرا لهذا الغرض، أي لمن أراد أن يتذكر، لمن أراد أن يتدبر ولو كان أميا، وبيناه بما أحسب فيه الكفاية إن شاء الله. لكن هنالك أمر آخر هو عميق جدا لكنه سهل جدا أيضا. الله سبحانه وتعالى ذو الجلال له صفات الكمال المطلق لا يمكن أبدا أن يشبه بخلقه سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة، ولا أن تحيط العقول القاصرة، وكل عقول بني آدم وكل عقول الخلائق قاصرة، ولا يمكن أن تحيط العقول القاصرة بأسمائه وصفاته من حيث حقيقتها. نعم نؤمن بها، نسلم بها، نأخذها كما جاءت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام بالمعاني التي أراد الله جل وعلا أن تصلنا، لكن أن يحيط الإنسان بحقيقة ذلك فهو أمر مستحيل، لأنه ببساطة لا يمكن للعبد أن يحيط بصفات المعبود جل وعلا، لأن العبد نسبي ضعيف، والرب سبحانه وتعالى له الجلال والعظمة والجمال بكل شيء محيط، ليس كمثله شيء، سبحانه سبحانه جل علا. هذا واضح من الأساسيات في المجال العقدي. الكلام صفة للمتكلم كما هو معلوم، ما من كلام إلا وهو صفة لصاحبه، يعني أنت أو أنا أو أي شخص إذا تكلم لا بد وأن لهذا الكلام أشكالا في الأداء، في الأصوات، في الحركات، في مخارج الحروف، تتعلق بصاحبها بشكل متميز يخصه في نفسه، فذلك صفة له، وهذا أمر واضح، ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال. كلام الله صفة لله سبحانه وتعالى، وصفات الله مطلقة لا يمكن للقدرة العقلية البشرية أن تحيط بها. والقرآن من كلام الله، القرآن من كلام الله بإجماع المسلمين. فالشيء العجيب الآن هو الذي أردنا أن نصل إليه بهذا التقديم وهذا التوطئ، الشيء العجيب كيف يستطيع الإنسان النسبي الضعيف أن يتكلم بكلام الله؟ لأنك حينما تتلو كتاب الله وتقرأ القرآن، هذا القرآن كلام الله. ولذلك قال أهل العلم لولا أن الله يسر القرآن ما استطاع البشر أن يتكلم بكلام الله،
مستحيل. لنضرب لذلك مثلا آخر أبسط من هذا وله جل وعلا المثل الأعلى. كان مثلنا من الأدنى إلى الأعلى، كلامنا من الأدنى إلى الأعلى، أي أن الإنسان أدنى ولا يستطيع أن يتكلم بالكلام الأعلى الذي هو كلام الله جل وعلا. فكذلك لا نستطيع أن نتكلم بكلام النمل ولا النحل ولا الحيوان، أي حيوان، ولا الحيوان يستطيع أن يتكلم بكلامنا، لا يستطيع. فهذه من الفروق التي جعلها الله جل وعلا في الخلائق. ولا يستطيع أحد أن يتكلم ولا أن يفهم كلام خليقة من جنس آخر إلا بإذن الله، ولا يكون ذلك إلا من قبيل المعجزة. وهذا الذي حدث لسليمان حينما علم منطق الطير. فإذا من باب أولى وأحرى أن العبد الضعيف لا يمكن أبدا أن يتكلم بكلام الرب جل وعلا العظيم سبحانه، ولكن رحمة الله العظيمة الواسعة وحكمته البالغة اقتضت أن ييسر هذا القرآن ليتكلم به الناس تلاوة وقراءة وتدبرا. وهذا في الحقيقة والله من أعظم المنن الرحمانية ومن أعظم الحكم الربانية، أن يتيح الملك القدوس جل وعلا لعباده أن يتكلموا بكلامه. والله هذا من الأشياء التي لا تسعها الأرض ولا السماوات من حيث نعمها وبركاتها. كان ممكن عقلا على سبيل الجدل أن يكلم الله الناس، لا أقول من وراء حجاب وحسب، لا، بواسطة الرسل والأنبياء من خلال كلامهم هم، وهذا واقع، كاين هذا النوع من الكلام، أي أن الله يكلم الناس ويخاطبهم ويتيح لهم أن تصله أن تصلهم رسائله وخطاباته وأحكامه، ليس من خلال كلامه لا، ولكن من خلال كلام عباده تماما كما هو في الأحاديث القدسية. هذه الأحاديث القدسية، الأحاديث القدسية كلام الله لكن بلغة الإنسان أو بعبارات الإنسان بالتعبير الأدق الذي هو النبي أو الرسول. الأحاديث القدسية هي أحكام ربانية وحي يوحى على إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد كلام الله، لكن يأذن الله لعبده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الأحاديث القدسية أن يترجم تلك المعاني التي سمعها من جبريل عن الله، أن يترجمها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في لغته هو البشرية الإنسانية النبوية، فيحدثنا عن الله بما أمر الله لكن بصيغ صاغها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فتأتي الأحكام إلى الناس أمرا ونهيا ويلزم بذلك إلزاما، وهو كذلك الأحاديث القدسية هي في كثير من الأحيان أحكام وتنبيهات وترغيبات وترهيبات تلزم الناس وتلزمهم. ولكن الله امتن بما هو أعلى وأعظم، أنزل كلامه المباشر الذي تكلم به هو جل وعلا كما ينبغي لجلاله وعظمته، فأنزل ذلك على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حرفا حرفا جملة جملة كلمة كلمة، ويسر كلامه للناس. هذا شيء غريب، لأن صفات الربوبية مطلقة يستحيل على العقول والقدرات البشرية أن تحيط بها ولا أن تتمثل بها بأي صورة من الصور، ولكن الله
بما أراد من معجزة، هذا سر من الإعجاز القرآني. عادة الناس قديما وحديثا يعني درسوا الإعجاز القرآني من حيث هو بلاغة وبيان، وكل ذلك صحيح، ومن حيث المعجزات العلمية اليوم مما فيه من إشارات إلى قضايا العلوم الحديثة، أعظم من ذلك جميعا بإطلاق، لا ما تحدث عنه قديما ولا حديثا في هذه السياقات. الإعجاز الأعظم وهو تيسير كلام الله المطلق للإنسان النسبي الضعيف. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا الشيء الأعجم والأغرب. ومصيبتنا فعلا نحن المسلمين أن هذا الكلام العجيب الغريب الرباني المباشر متداول بيننا اليوم، ولكننا عنه مع الأسف عمون، غير منتبهين له، غير عارفين بعظمته وبحقه الحقيقي. ولو أدرك المسلمون ذلك لسارعوا إليه تلاوة وتدبرا واشتغالا الليل والنهار لتنزيل حقائقه الخلقية والشرعية على قلوبهم، عسى أن تتصرف بذلك جوارحهم. ولذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما أدركوا هذه الحقيقة تعلقوا بالقرآن اقتداء بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان خلقه القرآن. وإذا علم العبد هذا الأمر لابد وأن يحصل له الافتقار إلى الله في تلاوة القرآن وتدبره، مما أشرنا إليه قبل من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في العبد إذا أراد أن يستفيد من ثمرة القرآن. فيفتقر إلى الله، يكرر التلاوة كل يوم، له أقساط، له أحزاب، له آيات يتلوها أنا الليل وأطراف النهار، عسى أن يقع بقلبه شيء من هذه الأسرار ليقدر على التخلق بأخلاق القرآن الكريم. الآن حببت أن نتحدث عن نماذج عملية تطبيقية لنرى كيف يمكن فعلا أن نتحقق بأخلاق القرآن وأن نتخلق بأوامره ونواهيه، وأن يحصل لنا فعلا ذلك الذي كان يحصل لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولأتباعهم وتبع أتباعهم من العلماء الربانيين والصالحين المصلحين عبر التاريخ. لابد في الأمر بعد تحقيق المراحل التي تحدثنا عنها والشروط التي ذكرناها في الحصص السابقة، لابد من مجاهدة للنفس إزاء القرآن الكريم، لابد ليحصل التدبر ويحصل التخلق والتذكر. فالمشكلة في هذا الأمر الذي هو التخلق والتحقق والتدبر والتذكر ليست مشكلة لغوية ولا علمية ولا تفسيرية كما بينت بما فيه الكفاية أحسب في الحصة السابقة. فعامية الناس اليوم قريبة من العربية الفصحى، والناس مدركون للمعاني العامة، ويكفي العبد في تذكره أن يتعلق بالمعاني العامة للقرآن الكريم. فإن أعوزه شيء من الدقائق في العلماء موجودون للفتوى والحمد لله. ولكن يعني الأمر الذي أمر الله به ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لأن هذا السؤال هو في معنى الأمر أي ادكروا وتذكروا يا عباد الله، هذا المعنى، هذا أمر في حقيقة أمره وطبيعته. نضرب لذلك أمثلة عملية ونأخذ ما تداوله الناس من القرآن الكريم، كل الناس من المسلمين حتى الذين لا يصلون ولا يعرفون أمور الدين من المعلوم من الدين بالضرورة، على الأقل هذه الآيات محفوظة لديهم من سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين،
ضربت أمثلة غير ما مرة بصورة الفاتحة، وبينت أن الحمد هو أمر معروف من حيث العموم، لا نتحدث عن خصوص المعاني والدقائق، لا، من حيث العموم معروف لدى عامة المسلمين حتى الأطفال. لكن الإشكال، هل فعلي يتطابق مع قولي حينما أتلو الحمد لله رب العالمين؟ هذا الإشكال، هنا مشكل المشكل. أنت تقول الحمد لله رب العالمين، تحمد الله بلسانك، لكن هل تصرفك فيه حمد؟ هل خلقك فيه حمد؟ هل مواقفك العملية حينما يلزمك الحمد هل فيها حمد؟ هذا مشكل. حينما تتدفق عليك النعم هل تحمد الله عمليا فعلا؟ وحينما تتصرف عليك القدرة الإلهية بقدر الرزق ونقصه وسلبه هل تتصرف عمليا بالحمد أم لا؟ زماننا هذا وأحوال الناس فينا تؤكد أننا لا نتصرف فعلا بالحمد كما نتلوه. الرجل الذي يتلو الحمد لله صباح مساء في المسجد مصليا أو في بيته ذاكرا، ثم يسارع إلى الاقتراض بالربا مثلا، والله لا يعرف من الحمد إلا لفظا، أنه بلد مكي تصور الحمد لله غير يقول الحمد لله وكفى، لا أبدا. ما الذي يلجئك إلى الحرام؟ ريبا كان أو رشوة أو سحتا أو زينا، الذي يلجئك عدم الحمد. لست حامدا لله، الحامد قنوع قانع بالوضع، هذا حمد. مع أن الناس عندهم تعرف ويلتجئون إلى الحرام تعرف آخر زائدة، يمشي بنادم يقترض بالربا ولا يعمل شي حاجة مشي يديك يأخذ رشوة، مشي لأنه مخصوص، لا، فقط الشيطان يغويه. كثيرا ما يلجأ الناس إلى الحرام ليس لحاجة ولا ضرورة والعياذ بالله، ويصلون ويحمدون الله زعموا في صلواتهم وفي أذكارهم. لا، الحمد أدق من هذا وذاك جميعا. الحمد حينما تشعر بالحاجة إلى الشيء مما نهاك الله عنه ثم تتركه لله، حامدا الله على وضعك، هذا حمد. حينما تتدفق عليك الملايير وتستطيع بقوة وعزيمة أن تخرج الزكاة بالملايين، هذا حمد، لأنه ما كاين شيء أثقل في الزكاة من زكاة الأغنياء. يعني الإنسان متوسط الحال، الغني المتوسط الزكاة ديالو كتجي سهلة، يخرج بضعة آلاف من الريالات تجي سهلة، ولكن عادة الغني ذي الثراء الفاحش من الملاير كتصعب عليه الزكاة، لأنها كتولي بالقناطر ديال الملايين، فتصعب عليه وتشق ويوهمه الشيطان أن ذلك بداية الفقر. الشيطان يعدكم الفقر، فإذ لا يخرج زكاة المال ليس بحامد لله على الغنى. والعبد الحامد حقا هو الذي يحمد الله على الغنى كما يحمده على الفقر، ويحمد الله على المرض عافانا الله وإياكم كما يحمده على العافية والسلامة، ولا يتناقض ذلك مع الدعاء لطلب الرزق، ولا يتناقض ذلك مع الدعاء لطلب الشفاء، هذاك حمد. لأنه واخا راه مريض أو فقير ما معقدش، ماشي طار له النعاس وخصو الطبيب النفساني يعطيه الدواء باش ينعس، لأنه لا يحب أن يكون مريضا ولا يحب أن يكون فقيرا، هذا ليس بحامد لله غير ما القطرق، ولو وجد مسلكا لي يعني يصبح معافا ولو بطريق الحرام لفعل، نعوذ بالله، ليس بحامد لله. ولذلك أقول كما قلت قبله،
كل من يأتي الحرام فهذا معناه أنه ليس بحامد لله إطلاقا. راه ماشي سهلة سورة الفاتحة من حيث عباراتها ومعناها بسيطة، لكن من حيث التخلق تحتاج إلى مجاهدة. الدرج مع الناس ديالك مجاهدة. فالقرآن يسر للذكر من حيث المعاني العامة، هذا بسيط، هذا المعنى واضح للناس ميسر، ولكن فهل من مدكر؟ هنا كاين الخدمة. ولذلك جاء سطر الآية الأول ولقد يسرنا القرآن للذكر، جاء على سبيل التقرير والتحقيق، فيه اللام وفيه قد وكلها توكيد، والتعبير بالماضي كما بينت في الحصة السابقة، كل أنه القرآن ميسر للذكر، ولكن يعني أن يتذكر الإنسان، أن يتذكر ويتذكر ليس على سبيل التحقيق، لأن فيه الخدمة وبنادم معجز، الإنسان كسول خمول، فهل من مدكر؟ فالإدكار يحتاج إلى مجاهدة، تبقى تدمز مع نفسك، تعاكس نفسك. ولذلك شرع لنا التكرار في القرآن في آياته من داخله وفي تلاواتنا لصوره وآياته. تقرأ الفاتحة في الصباح وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء وفي النوافل والتراويح وهلم جر، حتى تنتبه إلى ما يريد الله منك. واش ربي تعالى قال لنا قرأ الفاتحة والسلام، أنت تقرأ صباح وعشية، واش من خدمة هذه؟ هذا غير معقول. وأعمال العقلاء منزاة عن العبث، فما بالك بعمل رب العقلاء سبحانه وتعالى. فألزمنا بالتلاوة المكررة صباح مساء لنتحقق بالحمد خلقا وسلوكا، ونطبع النفس عليه. إذا طبعتها ليست بحامدة فنطبعها. ولذلك في الحديث الصحيح إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، والحلم ضرب من الصبر. تلا طبعتك ما كتصبرش، صبر راسك اليوم، صبر راسك غدا، صبر نفسك حتى تصبح صبورا. واحد خطره يولي الصبر عندك طبيعة، تعرف واخا هذيك شي واحد كتقول لي يعني عادي، ما عندكش عقده انك ترد عليه وتنتقم منه لنفسك، لا، بل تجد حلما وراحه وطمانينه وسكينه كانك لم تؤذى قط، فبسبب يعني المعاوده والتكرار وتحميل النفس هذا المعنى وتدريبها عليه، كتدربها، دخلها في التدريب. ولذلك محطات رئيسية في سورة الفاتحة كما بينت قديما في درس من هذه الدروس المباركة، ضروري الإنسان وهو يقرأ الفاتحة أن يستحضرها وألا يغفل عنها، لأنه مع الأسف من اللي يوقع لك شروط في الصلاة كما يقع لي، راه ضاع منك الجزء الذي شردت فيه، ضاع حقيقة. أنا بعض الأحيان تقرأ الحمد لله رب العالمين وما تنتبه حتى راك تقول والضالين. سورة الفاتحة يعني من حيث التلاوة مجزئة، الصلاة صحيحة، ولكن الفائدة التربوية صفر، شات ضعت، لأنه ثلاثة محطات في سورة الفاتحة يجب أن تعيشها وأن نعيشها جميعا. محطة الحمد، لما تقول الحمد لله رب العالمين تكون حاضر حتى ينصت قلبك، عسى أن تصبح حامدا. واليوم غدا قطرة على قطرة يمتلئ الكأس ويفيض، ما تقولش ودي بهذه التلاوة واش نولي أنا من الحامدين. إيه نعم، بالتكرار غير حضر مع الحمد، حضر معاه اليوم في الظهر في العصر في المغرب في العشاء فجر في النوافل، حضر ديما. فإذا بك بعد أيام قلائل تجد نفسك تشتاق إلى أن تكون فعلا من الحامدين، فإذا بك بإذن الله تصبح من الحامدين، وتلك منزلة عالية من منازل الإيمان. محطة الأولى. محطة الثانية إياك نعبد وإياك نستعين، أنت تخاطب ربك بأنك تتوجه إليه وحده بالعبادة خضوعا وخشوعا رغبا ورهبا، وأنك في كل حاجاتك إنما تطلبها من الله وإياك نستعين.
شيء عجيب. آنئذ تتجلى لك الصفات الربانية العظمى من غناه سبحانه وهو الغني، وكرمه سبحانه وهو الكريم، وجوده سبحانه وهو الجواد، وشفائه سبحانه وهو الشافي. فإذ تعبده هو وحده وتستعين به وهو وحده تنفتح عليك خزائن السماوات والأرض بالخيرات والبركات. محطة الثالثة طلب الهداية، هداية التثبيت. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لتثبت على المحجة البيضاء حتى تصل، حتى لا يستفزنك الشيطان في نصف الطريق فتلتفت يمينا أو يسارا فتضيع عنك ومنك بوصلة الطريق. فتسأل الله الثبات. سيدنا محمد دائما عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حينما تعيش هذه الحقائق فتلك وسيلة تربوية، وهي غاية تعبدية في نفسها، ووسيلة تربوية تترقى بالعبد في منازل الإيمان. ولذلك صلاة الفريضة وحدها كافية بالترقي بالعبد إلى أعلى المنازل إذا تحقق بها. الأمر ليس في كثرة العبادات، ولكن في كثرة التحقق بالفريضة. وليس عبثا أن قال عز وجل في الحديث القدسي: وأحب ما تقرب إلي عبدي به ما افترضته عليه. وليس عبدا وليس عبثا أن أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال له: لن أزيد ولن أنقص من هذا شيئا، يعني أركان الإسلام الخمس أو الخمسة. قال: أفلح إن صدق. لا يزيد على شهادة إلا إله إلا الله محمد رسول الله شيئا، ولا على الصلوات الخمس، ولا على رمضان الفريضة، ولا على الحج، ولا على الزكاة المفروضة، إن وصل أن يكون من الأغنياء. تحقق بالصلوات الخمس، الفرائض، ما يصلي نوافل، فرائض. فقال عليه الصلاة والسلام في حقه: أفلح إن صدق. أفلح، فاز بالجنة، هذا الفلاح، ولكن شرطه إن، أداة شرط، إن صدق في التزامه وتحققه وعبادته. لأن الذي يحمد الله باللسان ويخالفه بالعمل والجوارح لم يصدق، ما راه شرط عليه. أفلح إن صدق. والله فعلا أن يدخل الإنسان في مشروع لتوطئة الحقائق القرآنية بقلبه وتوطئة قلبه عليها لا تفنى دون ذلك الأمر. غير الفرائض، غير الفرائض تفنى دون ذلك الأمر. فكتبان لك سورة الفاتحة أثقل من الجبال، أثقل من الجبال، لأن ما كتبقاش غير مجرد عبارات، لا، تصبح برنامجا للعمل، والعمل شاق، لأنه التكاليف ليست شاقة من حيث طبيعتها المادية، لكنها شاقة من حيث طبيعتها النفسانية، شاقة على النفس وليست شاقة على البدن. صلاة الخمس بنادم ما محنش بالبدن دياله، فإذا أصيب بعلة في بدنه رخص الله له رخصا شتى كما رخص في الأصفار وغيرها، لكن النفس ما عطاناش الرخصة ديال النفس. لا، النفس كيقول لك تقاتل معها والصبير نفسك، ما فيهش رخص في النفس، والصبير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، صباح وعشية، يريدون وجهه. حينما تجاهد نفسك في القرآن وبالقرآن، وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا، فإنك آنئذ بدأت تتلو القرآن حق تلاوته،
وبدأت تتذكر بذكر القرآن، وبدأت حقائق القرآن تتنزل على قلبك غير صبر. راه هذا الشيء داير بحال حركة الساعة، يعني بنادم يشوف الساعة بخصوص الساعة التقليدية القديمة، يشوف يعني ديك العقارب ديالها، الموري ديالها، العقارب ديالها، يقول هي لا تتحرك، لكن تحركها بطيء، لكنه تحرك، تحرك وتحرك قوي جدا من حيث العمق، وإن كان في الظاهر لا يبدو للإنسان، لأن الخطوة اللي قطعها عقرب الساعة ما كيعودهاش، في الظاهر أنه يدور في مكانه، لكنه يشير إلى حركة الزمن، وحركة الزمان لا تتكرر أبدا. لهذا إذن حركة القرآن في القلب بطيئة لكنها عميقة، وأقصد بالحركة هذا المعنى الذي أذكره، يعني حركة تخلق الإنسان بالقرآن، وحركة فيض القرآن بالحقائق والمعاني على قلب العبد، تحتاج إلى وقت وإلى اشتغال إلى عمل، وماشي عبث، ليس عبثا. أن أنزل الله القرآن منجما آيات آيات قلائل على قلب رسول الله، ثم على من سمعه من رسول الله بعد ذلك من الصحابة والذين تبعوهم، لأن القرآن عمل، برامج عملية، أشغال، برنامج عمر، منهج حياة. والله فعلا حينما يلحظ هذا الأمر الإنسان وينظر بهذه العين إلى سورة الفاتحة ليفزع منها، يولي خيف من الفاتحة، لاش يخشى أن يكون فعلا يتلوها والملائكة تلعنه، لأنه رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأننا نحمد ونستعين ونوحد العبادة والاستعانة ونستهدي ونحن نخالف الحمد ونشرك بالله في العبادة ونستعين بغيره في أمور الحاجات والمآلات من أمور الدنيا جميعا، ولا نستهدي في حقيقة الواقع، لأننا نعجب بطرائق الضلال وسبل الظلمات والعياذ بالله. فيخشى الإنسان فعلا أن يكون كذابا في تلاوته ومخادعا في صلاته، ولذلك قلت قبل إن الله لم يكذب سبحانه وتعالى، ولم يقل إلا الحق حينما قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإذا صليت ولم يكن للصلاة على قلبك وسلوكك آثر، فمعنى ذلك أنك لا تقرأ الفاتحة حقا. هذا نموذج عمل لمن أراد أن يتذكر، أو أراد شكورا لمن كان له قلبون، أو القسم عوى هو شهيد. هذا نموذج عملي في سورة الفاتحة. ونضرب لذلك مثلا آخر، نموذجا آخر من سورة الإخلاص. نمشيو للأسهل من حيث العبارات والتداول، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ويلحق بها المعوذتان. وسبحان الله، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما يوصي بقراءة هذه السورة عادة يلحقها أو يلحق بها المعوذتين. مرة كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في ضاحية المدينة في شغل، وكان الظلام شديدا دامسا بالليل، ليلة مظلمة شديدة، وكان هنالك فزع، شيء ما أفزع الناس. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد أصحابه وقال له قل. قال الصحابي فلم أقول شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل اسكت، قل، ولم يزده شيئا. قال فلم أقول شيئا، ثم قال قل ولم يزد. قال الصحابي فلم أقول شيئا، ثم قال الثالثة قل. قال ما أقول يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتان تكفيك. بارك عليك. ما معنى تكفيك؟ تكفيك من الكفاية، من باب قوله تعالى
أليس الله بكافٍ عبده؟ ليكون العدو مكان، ليكون فردا بشرا أمة دولة، ما شيء له أن يكون مرضا فقرا، ما قدر أن يكون من شيء مخيف. قل هو الله أحد والمعوذتان لمن قرأ بها متخلقا على المنهج الذي ذكرنا، والله تكفيه وزيادة. سورة الإخلاص فيها صفة الصمدية، وهي صفة من أسماء من صفات الله ومن أسمائه الحسنى، الصمد الذي يلجأ إليه الناس ويصمدون إليه عند الفزع. ومتى يحتاج الإنسان إلى الصمود إلى الشيء؟ حينما يكون العدو مخيفا قويا. الأعداء ستة، كاين العدو الضعيف، كاين اللي عندك نسبة يمكن تغلبه يمكن يغلبك. لا، ماشي هذا العدو. حينما يكون أقوى منك آلاف المرات، بحيث القطع حاصل على أنه إن قبض عليك سحقك، ما كيبقاش ديك الساعة تفكر ولا من خيال في المواجهة مع العدو. تحتاج آنئذ إلى الصمود إلى الله. هذا معنى الصمود، أن تلتجئ إلى الله، أن تستعيذ بالله. كل ذلك جيد ومفيد وضروري، لكن أن تصمد إلى الله أعظم من ذلك بكثير، يكون في المسائل العظيمة. فهم شحال واحد كيقول له قل هو الله أحد، قل أعظم رب الفلق، قل أعظم رب الناس، يستهين بها، يقول له واش غدير لي هادي، يستهين بها. ولا حتى إذا كان مؤمن يعني كامل كيقول وين ديرها، يعني على الله كان. هذا التعبير الدارج السيء الذي نستعمله، لأنه عادة اللي يكون على الله هو اللي يكون ممتاز، هو اللي ناجح. لا، إذا أعطاك الله جل وعلا سر ما في قل هو الله أحد من إخلاص، كنت محميا، صافي انتهى، انت في المحمية ديال رب العالمين. تحقق فيك قوله تعالى في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رب العالمين يشعل الحرب على بنادم، يا لخسارة ذلك الإنسان، انتهى. ولو كان جيلا، ولو كان من على الأرض جميعا، ولم يعبأ الله بالبشرية في عام الطوفان فأغرق كل الخلائق ما عدا ما تحمل سفينة واحدة، وجدد البشرية. ولذلك سمي نوح بآدم الثاني، تولدت البشرية من جديد من عدد قليل من الناس، ما آمن له ولا آمن معه إلا قليل. سفينة هز بنادم قليل مع واحد عرام ديال البهائم والوحوش، فكم عدد الناس؟ قليل جدا. فأهلك الله البشرية جميعا ولم يعبأ بهم بما كفروا. فرب العالمين إذا تجرد لحرب عباد خسروا وباروا وما أفلحوا، لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله. فإذا كنت أنت حليف الله ربي من ود الحرب على ودك، يا لها من ولاية، ويا لها من عظمة، ويا لها من قوة. وما ذلك والله بعسير، ماشي شي حاجة بعيدة ولا صعيبة. ما بينك وبين هذه المرتبة شحال بيننا وبين هذا الشيء؟ بيننا وبينها قل هو الله أحد. قال له قل ماذا أقول يا رسول الله؟ علاش النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له شيء من المرة الأولى؟ التعبير النبوي ماشي يعني عادي، واش كيلعب معاه، ضحك معاه، قول ما يقول له والو، كنلعبوه، قول والو، قول لا. لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم جيدا أن الناس يقولونها، ولكن يقول له قول، أنا واخا كتقولها راك ما كتقولهاش. هذا المعنى التربوي السري اللطيف في المسألة. أما لما المرة الأولى قال له قول هو الله أحد المعوذة تكفيك، يقراهم يعني بواحد النفسية لا مبالية، ولكن كنقول له قول، ولكن ماشي بداك الشيء اللي متعود عليه. لا،
بنوعين من المجاهدة للنفس. كيف تتحقق من الصمود إلى الله؟ الصمود إلى الله يعني أن تهرب إلى الله بقوة وتفنى في توحيده جل وعلا. ما بقيش كيبان لك شي عبد شي مخلوق، ما عليك إلا أن تطالع العظمة، تفرج في العظمة ديال ربي من خلال خلقه وتشوف الصمدية، حينئذ لا يبدو لك الخلق بعد ذلك ذا قيمة أبدا. أطغى الطغاة على وجه الأرض حينما يغزوه مرض لا يستطيع دفعه. شفنا ناس رؤساء دول كبار كيف الزعم من في الأرض ماتوا على هرمين من مرض لم يعودوا يعلمون من بعده شيئا والعياذ بالله، صار بحال الدري الصغير. شيء رهيب. فين الطغيان؟ فين الجبروت؟ فين العظمة؟ فإذا رأيت هذا ومثله في الناس فاعلم أن الله متحكم برقاب العباد، فالجأ إلى هذا المتحكم برقبة عدوك، الجأ إليه صادقا عبدا، ترى عجبا، ترى عجبا. لهذا إذن يسر القرآن، قل هو الله أحد، ماشي صعيبة، كل الأطفال يحفظونها وكل الرجال وكل النساء، ولكن قليل 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 من يتذكر بها ويتدبر فيها، قليل. طالع العظمة ديال رب العالمين سبحانه صباح مساء ليوم غدا. وداوي قلبك من المخاوف، تنجلي شيئا فشيئا، ما تقول شو درت تأملت ودبرت هذا النار وما وقع لي شيء، يعني واحد تطور إيجابي، لا. أنا قلت قبل ذلك الأمر كعقارب الساعة، المغاربة كيقولوا المرض كيجيب القناطر والدواء والشفاء والعلاج كيجيب لقية. نحن مرضى يا عباد الله، ما رحنا شي سالمين باش تقراها دابا ويعطيك النتيجة دابا، لا، نحن مرضى، قلوبنا مغلفة بالران، لا تحتاج تهرس هاد الذنوب وهاد الخوف من البشر اللي عندنا، تهرس بالتلاوة الدائمة والذكر الدائم ومطالعة النعمة يوم عين، وجرب تشوف اليوم وغدا تشوف العظمة ديال الله تعالى حينما يعني تتدبر القرآن وتنظر فيما يحدثك عنه القرآن الكريم من صفات الله وأسمائه الحسنى وتتدبر ذلك. اليوم وغدا راه القلب كيتنقى ويتقوى، فلما يصير إلى درجة من السماع كيولي القلب يسمع، يعني دابا غير الودنين عندنا اللي كيسمعوا، لا، يصبح القلب يسمع، يصبح يشهد الحقائق لمن كان له قلب أو ألقى السمع، أي سمع البصيرة، سمع القلب، وهو شهيد حاضر، شهود حاضر بقلبه ووجدانه مع الله، تم بجهد الله تعالى. حينما تقرأ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد بوحدانيته بفردانيته، وتلجأ إليه بهذا المعنى، الله الصمد، انت راك ديك الساعة في المحمية ديال مولانا، انت. فإذا أردفت ذلك وزدت عليه استعادة من شر ما خلق، واستعادة من الوسوسة، لأنه محتاج لهذه الاستعادتين بجوج، الذي يفرق ما بين الحق والباطل، ما بين الظلمات والنور، قل أعوذ برب الفلق، الفلق هو الفجر، وما سماش الفجر مع أنه موجودة كلمة الفجر في القرآن والفجري، لا، هنا سماها الفلق، لأن هذه العبارات بما تنتهي به من حرف من حروف القلقلة بحال شي حاجة كتهرس قوي جدا. فالقوة التي ينفجر بها ضوء النهار وينسخ الله به الظلمات، بهذه القوة يفصل بينك، يفصل الله جل وعلا بينك وبين المخاوف جميعا مما هو متحكم فيه،
لأنه خلقه من شر ما خلق، وفصل بعد ذلك في أنواع المؤذيات من المخلوقات ذوات الشر مما تعرفونه في الصورة. باش تلقى ثابت ما يجيش عود الشيطان يدورك، كتحتاج قل أعوذ برب الناس باش تهنى من الوسواس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس. أنت شديت الطريق ما يجيش يدوخ يقول لك محال هذا الشيء والشيء يخدم لك، لا ثبت وكن على يقين سيحميك الله جل وعلا. لهذا إذن تبين للإنسان بهذا البصيص صغيرة، هذه غير واحد ثقيبة صغيرة فتحناها في جدار القرآن وطلنا ورأينا عجبا، فما بالك بمن فتحت له كثير من أسرار القرآن ونوافذ القرآن وبصائر القرآن. إغراق أنائذ في نعم الله وتجذبه الولاية حقا ويكون منجذبا إلى الله محبة ورغبا ورهبا بالحق لا بما يدعيه الجهالة والدجاجلة من الخرافة، لا بالعلم والشرع ديال رب العالمين سبحانه ينجذب إلى الله ما يبقاش هنا كما كان أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما تلا أبو بكر القرآن الكريم إلا بكى، ما يقدرش يصبر، لا لأنه كيشوف لي ما كنشوفوش حنا، يرى ما لا نرى، لأن قلبه شهيد حاضر ولأن سمعه قوي سمع القلب والبصيرة نفاذة قوية، فهو صديق. وكذلك من بعدهم من الصحابة ومن دونهم من التابعين والعلماء الربانيين والأولياء الصالحين عبر الأمة إلى الآن الخير لا ينقطع. لهذا إذن كان القرآن الكريم نعمة امتن الله بتعليمها، ماشي غير جا وقال علم القرآن وامتن بهذه النعمة، لأنه عالم سبحانه وتعالى أشنو أعطانا، نعم نعم. فاللهم اجعلنا من التالين للقرآن، الذاكرين بالقرآن، المتزكين بالقرآن، المنعم عليهم بالقرآن. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء غمنا وهمنا ونور أبصارنا وبصائرنا، واجعلنا لك بذلك من الشاكرين الحامدين العابدين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.